بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في لوقا 9 عدد 28. قلنا ان ربنا يسوع له المجد لما اتكلم عن مجيئه الثاني وقال ابن الانسان ياتي في مجده ومجد ابيه وملائكته وقدسيه. قال من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وكأنه بيثبت للتلاميذ ان اللي بيقوله ده حقيقة انه جاي في مجده، وهم شايفينه انسان عادي، فحب يثبت لهم بقصة التجلي. فالتجلي نقدر نعتبره بروفة للملكوت. حدث التجلي كشف عن قوة مجيء المسيح، مجيئه الثاني، لأنه قرب الصورة للتلاميذ اللي المسيح بيقول لهم جاي على السحاب وجاي في مجد وهم مش قادرين يتخيلوا. عشان كده عمل التجلي ربنا، لأن لما شافوه في مجده في التجلي بقوا يتكلموا عن مجيئه الثاني بثقة أكبر، لأن هم شافوا عينة من مجده. وده اللي قاله معلمنا بطرس في رسالته، بيقول قد كنا معاينين عظمته، كنا معه في الجبل المقدس. في رسالته الأولى بطرس يقول كده، وكنا معاينين عظمته لأنه أخذ مجدا وكرامة من المجد الأسنى العظيم لما سمع الصوت اللي بيقول هذا هو ابن الحبيب. كمان التجلي حدث مهم قوي، لأنه إثبات ألوهية المسيح. لغاية الوقت ده التلاميذ كانوا بيتشككوا، شايفين المسيح عظيم جدا وما بيغلطش، إنما مش قادرين يستوعبوا ألوهيته لاهوته. فحدث التجلي كشف إن المسيح مش إنسان فقط، لا حاشا، إنما هو الإله الحقيقي المتجسد الظاهر في الجسد. كمان حدث التجلي كشف أسرار ما بعد الحياة. لما جالوا موسى وإيليا والناس عارفة أن موسى مات من كتير، 1500 سنة، إيليا مات من حوالي 800 سنة على الأقل قبل المسيح، عرفوا أن الأبرار دول أرواحهم مستمر وأن لهم نصيب في الملكوت الأبدي، وأن الموت ما هواش نهاية الإنسان، بدليل مجيء موسى بعد موته ومجيء إيليا، ظهور موسى وظهور إيليا. معنى كده أن دول ما خلصوش، ما انتهوش. فالتجلي صورة من العالم الآخر، عالم ما بعد هذه الحياة. فأثبت لينا وأثبت للتلاميذ أن كلام المسيح عن الحياة الأبدية وعن استمرار وجود الأرواح بعد موتهم، بعد موت أجسادهم على الأرض، دي حقيقة، بدليل أن بطرس اللي يسمع عن موسى شافه بعينه وعرف أنه ما زال موسى بروحه مستمر في الوجود. فحدث التجلي كان أولا عشان يكشف لنا عن مجيئه الثاني، عينا من مجده في مجيئه الثاني. ثانيا إثبات لاهوت المسيح له المجد. ثالثا إثبات قيامة أو إثبات حياة أخرى بعد هذه الحياة. فبيقول بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى جبل ليصلي. برضو رقم 8 أباء الكنيسة زمان قالوا فيه معنى جميل، أنه رقم 7 دايما يدل على الحياة الأرضية، لأنه الأسبوع 7 فالزمن أسابيع والسبت هو اليوم 7، فالثامن إشارة دايما للحد، ويوم الحد يعتبروه الأبدية أو ما بعد هذه الحياة الأرضية، ما بعد هذا الزمن. الزمن ده 7، فلما نقول 8 يبقى دخلنا في ما بعد هذا الزمن، وده إشارة للسماء أو للحياة الأخرى. عشان كده تلاحظوا أن احتفال الكنيسة الأساسي هو الحد،
لأن السبت نهاية الأسبوع كأنه بيتكلم عن نهاية العمر، يبقى الحد دخلنا في السماء، دخلنا في الحياة الأبدية. فالناس تجتمع أساسا يوم الحد للقاء الله، يعني إشارة إلى اجتماعهم مع ربنا بعد ما يسيبوا الدنيا دي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. ربنا يسوع قصد انه حدث التجلي يحصل هو بيصلي. احنا قلنا ان لوقا دايما يركز على الصلاة في حياة ربنا يسوع، يعني المسيح كان بيصلي وفجأة وشه اتغير، بقى بيلمع وبيبرق. وقال في انجيل متى ان وشه بقى اصبح اقوى من الشمس، في نور عجيب طالع منه حتى التلاميذ مش قادرين يركزوا فيه. ولبسه نفسه أصبح أبيض ناصع البياض، اختفت كل تجاعيد الحياة الأرضية. يعني لبس المسيح كان لبس بسيط كشخص فقير، إنما شفوف في زي ممجد لابس أبيض لامع. ويمكن صورة قريبة لرؤية واحد، لما نقرأ سفر الرؤيا أول إصحاح نشوف يوحنا كان مذهول من مجد المسيح الجالس على العرش، لابس أبيض برضه وشه منور، نفس المنظر. نفس المنظر جا شافه أشعية في إصحاح 6 لما دخل الهيكل شاف المسيح جالس على كرسي عالي بمجد عظيم. نفس المنظر شافه حزقيال في رؤية. نفس المنظر شافه دانيال جاي على السحاب لابس أبيض ومنور. منظر المسيح في مجده شافوه ناس كتير من القديسين، ودايما منظر جذاب جدا، لان هو ده المنظر اللي هنشوفه في السماء الى الابد. فهنا بطرس ويعقوب ويوحنا عينا مننا البشر الغلبانين اللي زينا اللي لسه فيهم ضعف، وحتى يقول كانوا متثقلين بنوم، يعني نعسانين لسه، الجسد تقيل عليهم وله طلبات عليهم، عاوز ينام وعاوز ياكل وعاوز يرتاح. هذا الجسد الكثيف بيعطل رؤية المجد ده. إنما ربنا كشف لهم عشان يكشف لنا احنا كمان عن الأسرار اللي نشتاق لها، يبقى كل واحد فينا مشتاق يخلع هذا الجسد الثقيل عشان يشوف مجد المسيح بقى. صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. كون المسيح حصل له التجلي وهو بيصلي برضو إشارة إلى ان الصلاة هي اللي تخلينا ننور، هي اللي تخلينا نتغير من انسان طبيعي عادي الى شبه جمال المسيح. عملية الصلاة هي اللي بتعمل كده، ما كلنا بشر ضعيف. ان كان ربنا يسوع له المجد هو اله متجسد حقيقي، انما احنا تشبها به لما بندخل في روح الصلاة بنتغير إلى تلك الصورة عينه. معلش، في سيارة مرسيدس بيضة 7-4-3-6-5-5، يريد صاحبها يحركها. وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإليه. الواحد ساعات يفكر يقول مش كان كفاية رب أنك تظهر بمجد وخلاص، ما أنت المهم في الموضوع. لما يشوفوك في مجد يعرفوا أنك أنت ربنا، ولما يشوفوك في مجد يصدقوا قولة انك جاي على السحاب بعد كده. طبيعي، ما هو المنظر يقول كده. ايه بقى قيمة موسى وإليه يشاركوك العظمة يعني ويشاركوك المنظر الحلو ده؟ لانه قال هيأتي في مجده مع ملائكته ومع قدسيه. وده معنى الكنيسة هتستمر ازاي في السماء. الكنيسة هي لقاء المسيح بشعبه الى الابد. فالمسيح مش هيتبرى مننا أبدا ومش هيخلعنا أبدا، هنفضل كخاصة ليه وكأحباء ليه حواليه إلى الأبد. إحنا كمان نتمجد معه، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فحتى موسى وإليه يظهروا بمجد، إنما ما يجوش لمجد المسيح طبعا، لكن ظهورهم إشارة إلى مجد الكنيسة كلها. الكنيسة تتمجد مع المسيح في الظهر الآتي، تستمر وجودها حوالين المسيح بفرح لا يعبر عنه وبمجد لا ينطق به.
وانتوا عارفين ان موسى وإيليا دول عينات من العهد القديم. يعني يمكن لو حد فيكم جاله رؤية دلوقتي يشوف المسيح مع موسى وإيليا وماري جرجس وماري مرقص، ما هي الكنيسة زحمة دلوقتي في السماء. إنما موسى يرمز دايما إلى الشريعة، وإيليا يمثل الأنبياء، وكتاب العهد القديم كانوا يسموه كده الشريعة والأنبياء أو موسى والأنبياء. يعني العهد القديم في يد اليهود عبارة عن جزئين كبار، جزء الشريعة أو التوراة ما يختص بموسى وكتاباته، وجزء الأنبياء تقال عامة عن بقية كتب العهد القديم كلها. فدول ممثلين عن كل العهد القديم، وقدامه المسيح على الجبل ممثلين عن العهد الجديد، بطرس ويعقوب ويوحنا. فعشان كده المنظر اللي فوق الجبل ده منظر الكنيسة مجتمع قديم وجديد، موسى وإيليا عن العهد القديم، وبطرس ويعقوب ويوحنا عن العهد الجديد، والكل بيدور حوالين شخص واحد. دي شهادة تاريخية أن المسيح له المجد، هو سنتر الزمن كله، وأن القدماء كانت عينيهم عليه، وإحنا اللي جايين وراه عينينا برضو عليه. يعني ما فيش غير المسيح، الكتاب ده كله يتكلم عن شخص واحد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، ده قديم وجديد، الكل بيتكلم عن شخص واحد، والكل بيدور حوالين شخص واحد، هو الله المتجسد مخلص البشر. برضو في ناس اجتهدت وقالت ما تنسوش ان موسى كان متزوج وإيليا كان بتول، فحتى في السماء هيكون في متزوجين وفي بتوليين. معناها ايه؟ انه مش السماء قاصرة على الناس اللي ما اتجوزوش، لا، السماء هيبقى فيها ناس متزوجين كثير اتجوزوا يعني وعاشوا حياة طبيعية من الناحية دي. وإيليا يمثل البتوليين وراء آلاف وملايين من الرهبان والمتوحدين والنساك والعباد، كل دول يلتقوا في السماء حوالين المسيح له المجد. موسى يمثل طول الأناة والحلم، كان أشهر صفات موسى النبي أنه حليم. وإيليا يمثل الشدة والقوة والشخص الناري، النبي الناري كان شخص قوي. طب ومال ما ربنا في كل الصفات، في القوة والنارية دي، وفي الوداعة وطولة البال جدا. اللذان ظهر بمجد، هما كمان كان ظهورهم له مجد، يعني لهم كرامة. عشان كده تلاحظوا احنا في الايقونات نرسم دايما هالة حوالين القديسين، الهالة دي اشارة ان في نور طالع منهم، الهالة اللي تلاقوها حوالين كل قديس او نبي اشارة انه لما يظهر يظهر بمجد، لانه دايما الظهر الاتي دايما قدام المسيح، فالمسيح دايما له المجد، نوره بينعكس على القديسين فبيبان عليهم نور. وتكلم بيتكلموا معاه عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. ايه خروجه؟ يعني ايه خروجه؟ تعبير الخروج ده لليهود، فتعبير الخروج ده قديم قوي، لان عندنا سفر كامل اسمه سفر الخروج. يقصد به ايه سفر الخروج؟ هو خروج الشعب او خروج الكنيسه من العبودية للحرية، من مصر حيث الموت ساعتها إلى كنعان حيث الحياة. فالمسيح له المجد، هو كمان له خروج. خروج إزاي؟ يعني المسيح هيخرج بنا بالبشرية كلها من الموت إلى الحياة عن طريق الصليب والقيامة. فكانوا بيتكلموا عن ساعة خروجه هو. طب يا موسى انت الخروج بالنسبة لك يوم ما طلعت قدام الشعب وعديت البحر ودخلت سينا يمكن انت إيليا الخروج بالنسبة لك يوم ما خبطت بالرداء المية وعديته، انما ايه الخروج بالنسبة للمسيح؟ هم ادركوا بالروح ان المسيح جاي عشان يخرج من هذا العالم وياخد كل البشرية وراء السماء، انه جاي يفتح باب الفردوس بفدائه. فبقوا يتكلموا عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، يعني الخروج ده هيكمله في أورشليم، عشان كده على الصليب قال قد أكمل، لأن أورشليم هي المكان اللي خرجت كل الأنبياء، خرجت الأنبياء كانت أغلبها من أورشليم،
فقال لهم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه كم مرة أردت. فالمسيح لو المجد هيكمل المشوار ويخرج من أورشليم. إذا من الخروج معناها موت المسيح له المجد وقيامته. طب هو موسى وإيليا يتكلموا مع المسيح عن موته وقيامته من قبل ما تحصل؟ طبعا. عشان كده بطرس الرسول يقول كلمة جميلة، يقول الناس دول كان فيهم روح المسيح الروح القدس وهو اللي بيعلمهم، فبيكشف لهم عن الأسرار وعن الخطة الإلهية. هي دي روح النبوة. نقول الروح القدس الناطق في الأنبياء. الناطق في الأنبياء يعني إيه؟ يعني بيعلم النبي أسرار كانش يفهمها لوحده. إزاي يا موسى أنت فهمت أن المسيح هو الله المتجسد اللي يخرج من الجسد بالصليب والفداء عشان يصنع خلاصا لكل البشر؟ ده يعني درس صعب. فهمته أنت ده وتشرح لك أنت، وأنت كمان إلي فاهم أن المسيح جاء دخل هذا العالم وخرج منه عشان يفتح لنا باب السماء. دخول المسيح تعبير دايما عن تجسده، وخروج المسيح تعبير عن قيامته وصعوده. فيقول المسيح دخل عالمنا، وحتى كلمة دخل تشير انه موجود قبل كده. المسيح موجود بس ما كانش ظاهر بجسده. لما دخل العالم يعني تجسد فبقى انسان زينا من 2000 سنة، وخرج من العالم يعني قام من الموت وصعد للسماء. هو دي اللحظة الفاصلة في تاريخ البشرية، لأن دي اللحظة اللي اتفتح فيها الفردوس بعد كده وبقى يستقبل كل المؤمنين بالمسيح له المجد. فبيقول ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. مين قاعد يسمع؟ بطرس يعقوب يوحنا بيسمعوا حوار تاريخي رائع بين المسيح له المجد رب كل زمان، وبين موسى من زمن وإيليا من زمن وهما من زمن، وتلخبط الزمن خالص. تقول في اللحظة دي احنا فين؟ تبقاش عارف فين في التاريخ، احنا قبل المسيح ولا بعد المسيح ولا فين بالظبط؟ لانه تمشي على انهي ساعة ساعتها؟ تمشي على ساعة موسى اللي بتقول 1500 قبل الميلاد، ولا إيليا اللي بتقول مثلا 800 قبل الميلاد، ولا بطرس اللي بتقول مثلا 30 بعد الميلاد؟ تمشي على انهي ساعة؟ ودي إشارة للأبدية اللي ما عادش فيها ساعات. في واحد يستغرب يقول يعني أنا هشوف أبونا إبراهيم؟ هتشوف أبونا إبراهيم، هشوف مالي جرجس، هتشوف مالي جرجس. هي السماء كده لقاء كل الأجيال حوالين المسيح له المجد. أما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم. كونوا يقول علينا أن احنا مثقلين بالنوم كأن هو ده اللي معطلنا عن رؤية المجد أو رؤية التجلي. يعني منظر التجلي ده غالبا مستمر، المسيح في مجده والقديسين حواليه على طول. إنما احنا في نوع من التقل كده، النوم الثقيل يغطي على أعيننا كلنا. فالمنظر قائم، قائم على المذبح كل يوم في القداس، وقائم الآن في السماء. إنما العيب فينا احنا اللي النوم الإشارة للحياة الجسدية كلها متقلنا، فمخلينا مش قادرين نستوعب الجمال اللي في السماء والحياة اللي مستنيان. فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه وفيما هما يفارقانه، قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون هاهن. طيب دول فوق جبل. معلمنا بطرس ببساطته الحلوة واندفاعه الجميل اللي بيعجب المسيح كتير عبر عن اشتياق حلو. لما لقى ان المنظر خلاص هيختفي كأن الفيلم هيخلص، قال له لا خلينا كده، خلينا كده على طول. التعليق ده يرد على كل شخص يسأل سؤال يعني عقلاني، يقول هو في السماء مش هنزهق؟ في السماء لا في أكل ولا شرب ولا تلفزيون ولا ديش ولا راديو ولا أهاوي ولا حكاوي ولا، طب نقعد نعمل إيه؟ لا ما حسش هيزهق. ليه؟ إن كان بطرس وهو لسه في الجسد والراجل يعني برضو بيأكل وبيشرب وله صحابه وله ناس وله مجتمع، كل ده نسيه في اللحظة دي وبقى منبهر
بالمنظر وفرحان، فلما المنظر كاد يغيب عن عينه قال جيد يا رب أن نكون ها هنا. يبقى ده تعبير ولسان حال كل واحد هيسيب الجسد يدخل السماء. اوعوا تفتكروا ان حد في السماء زهقان ولا بيقول يا سلام على ايام الدنيا، لا خالص، محدش هيفكر تحت بيعملوا ايه من منظور، يعني مش هيشتاق للحياة الارضية ابدا. جيد يا رب ان نكون ها هنا. شعور بالبهجة والفرح يخليه لا ينسى الاكل والشرب والناس وكل حاجة. فلنصنع ثلاث مظاهر. هو بقى اتكلم بلسان يعني لسان بشري متواضع، قال يعني لو يمكن الشمس هتطلع لحاجة، طب نعمل لكم مظل وخليكم كده على طول، نعمل لكم كل واحد كده مظل عشان بس يفضل المنظر مستمر. واحدة لموسى، لك واحدة، بيكلم ربنا يسوع، ولموسى واحدة ولإلي واحدة، وهو لا يعلم ما يقول، كأنه بيخرف، هو مش عارف بيقول ايه، انما هو تعبيره يدل على انه فرحان قوي فمش عاوزهم يمشوا. خليك كده يا رب، طب نعمل لك ضليل عشان ما تمشيش انت وموسى وإلي. هو قال الكلام ده وهو لا يعلم ما يقول، انما حصل استجابة بشكل يفوق الخيال. اول ما قال كده فيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، مش انت عاوز مظلة ليهم، بس دي ما تنفعهمش مظلة بشرية، فعش مظلة خشب وكلام كده، لا ده احنا في السماء دلوقتي يا بطرس، في مظلة بتضلل على الكنيسة الى الابد، هي حضور الله نفسه. فيقول فاذا سحابة ظللتهم، جت سحابة، هم فوق جبل، واللي طلع فوق جبال عالية او ركب طيارات السحاب بيدخل، يبقى هو نفسه جوه السحاب. فجت السحابة ضللت على التلاتة، بس مش سحابة منقسمة، خلي بالكم، ده السحابة بلعت الكل، دخل فيها المسيح له المجد مع بطرس مع يعقوب مع يوحنا مع موسى مع إيليا، وكأن ما بقوش شايفين بعض جوه السحاب، وكأنهم دابوا في بعض جوه السحاب، كأن السحابة دي هي روح الله الذي يجعل الكنيسة كلها واحدا مع المسيح له المجد، اللي يربط القديسين بينا باللي بعدينا إلى آخر الظهور بسر إلهي. دي سحابة أصلها، وعشان ما حدش يفتكر إنها سحابة عادية، صوت خرج من السحابة، فالسحابة على طول فهمنا هي دي السحابة اللي كانت ماشية قدام شعب إسرائيل زمان، تمشي وراهم تمشي قدامهم وتسوقهم، من اما تتحرك تتحرك وراه، هي ذات السحابة اللي دخلت وضللتهم. فإذا سحابة ضللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة. غالبا خافوا مش لأنها مجرد سحابة، لا، لأن دخولهم في سحابة في اللحظة دي حسسهم ان هم قربوا من ربنا قوي، اللي أجدادهم كانوا يشوفوا السحابة من بعيد يسجدوا. يعني اللي يقرأ العهد القديم يلاقي يقول عمود السحاب كان يقرب من المحلة معسكر، فتلاقي كل يهودي طلع عند خيمته وسجد للأرض أول ما يلاقوا عمود السحاب نازل على الهيكل على خيمة الاجتماع، ولما يشوفوا عمود السحاب من بعيد طلع لفوق، موسى يعرف أن ربنا بيقول يلا نتحرك، يرفع الراية ويقول قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك أما شعبك، بيبتدوا المسيرة. فكان عمود السحاب بالنسبة لهم هو الله قائد شعبه بيتحرك وهم بيتحركوا وراه. المرة دي مش السحابة بعيد وهم بيتفرجوا عليها، المرة دي ايه؟ دخلوا في السحابة. فطبعا ده شعور مخيف بالنسبة لواحد يهودي، ان السحابة اللي كان جده زمان شايفها من بعيد وبيسجد لها، هو دلوقتي دخل فيها بعز العهد الجديد. ده مجد العهد الجديد، أن حضور الله لم يعد بعيدا عن شعبه، وإنما دلوقتي الله يسكن في قديسيه بروحه. ده امتياز العهد الجديد، أنبياء وأبرار اشتهوا ما أنتم ترون ولم يروا. فخاف عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب. وهنا اجتمع مرة أخرى
شهادة الثالوث الأقدس، أن المسيح قائم في النص في مجده، والسحابة إشارة للروح القدس اللي بيلم الكنيسة كلها في بعض، وصوت الآب غير المنظور الذي لا يراه أحد ولا يستطيع أحد أن يرى، شهادة الكتاب بيشهد للابن بيقول هو ده، هذا هو اللي بيقول لكم أنا هو هو هو. يعني إيه؟ هو يهوى ذاته اللي كلم موسى زمان، والمرة دي مش هو اللي بيشهد لنفسه بس، الآب السماوي بيشهد له. عشان كده في إنجيل يوحنا المسيح كان يقول لهم الآب بيشهد لي، بس انتوا تعرفوا الآب منين؟ ما انتوا ودانكوا مقفولة مش سمعين شهادة الآب عني. اللي بيشهدوا لي الآب، وأنا بشهد لنفسي، والروح القدس بيشهد لي، والثلاثة واحد. دي اللي قالها يوحنا في رسالته الأولى، الذين يشهدون في السماء هم ثلاث، الآب والابن والروح القدس، والثلاثة واحد. إنما شهادة السماء للمسيح هذا هو الابن الوحيد، ابن الله الحقيقي، هذا هو الابن الحبيب له اسمعوا. مرة دي له اسمعوا ليه؟ ما هو موسى كان صاحب رسالة لشعب، واللي يقرأ سفر التثنية مثلا اللي كتبه موسى، كل التثنية اسمعوا، ركزوا، احفظوا، ما تنسوش، كل التثنية عبارة عن توصيات. إليه كان صاحب رسالة لشعبه، اسمعوا كلام ربنا، ربنا زعلان من الشر. النهاردة مين اللي هيشيل الرسالة؟ ما عادوش اللي في السماء، هيشيلوها الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا. يلا انتوا كمان اسمعوا، اسمعوا له هو، لأن هو اللي قال لموسى زمان يقول إيه، وهو اللي قال لإيليا يقول إيه، وهو اللي بيعلمكم دلوقتي تقولوا إيه. هو هو ينبغي له الخضوع والسمع إلى الآخر الظهور. فله اسمعوا، له اسمعوا، تؤكد أن الابن لا يتكلم من ذاته زي ما قالها في إنجيل يوحنا. يعني إيه؟ إنما كل اللي الأب بيقوله هو بيقوله، وكل اللي الأب عاوزه هو عاوزه، هو والأب واحد في الجوهر. ولما كان الصوت، بعد ما سمعوا الصوت ده وخافوا وترعبوا، وجد يسوع وحده. اختفى موسى وإليه من المنظر، واختفى اللون الأبيض الناصع، واختفى الشمس اللي طلع من وش المسيح، واختفت السحابة أول ما السحابة مشيت، ولقوا يسوع له المجد تاني في منظره المتواضع، لابس جلابية زي واحد منهم، اللي يشوفهم من بعيد ما يعرفهمش من بعض، كإنسان حقيقي، ناسوت كامل، بشرية طبيعية، لكن تخفي داخلها وراءها لاهوت كامل، مجد مخفى، سر مكتوم، أن المسيح له المجد الظاهر في الجسد هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وجد يسوع وحده، أما هم فسكتوا. سكتوا دي يمكن تشير إلى الذهول اللي بيجي بعد الرؤى، بعد الانبهار، يفضل الواحد ساكت شوية مش قادر يتكلم، لأن هم شافوا السماء أو شافوا عينة من السماء. ويمكن ده اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس لما كان بيحكي عن أحد الرؤى اللي شافها، ما قال أعرف إنسانا قبل 14 سنة في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالث، وأعرف هذا الإنسان في الجسد أو خارج الجسد لست أعلم. أنه سمع أشياء لا ينطق بها ولا يصوغ الإنسان أن يتكلم بها، حاجات ما حدش يعرف يعبر عنها، فكان مذهول مش عارف يقول إيه. هنا السكوت رمز للتأمل، إن هم بيسترجعوا اللحظات الرهيبة اللي كانوا مقضينها على الجبل دي، وشايفين المسيح في مجده، وشايفين موسى اللي سمعوا عنه طول حياتهم شايفينه بعينيهم المرة دي، شايفين إيليا اللي كانوا يعني بيعتبروه أقوى الأنبياء شايفينه بعينيهم، وحاجة كده مش في البال. فسكت ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه،
وبقية الأناجيل يقول إن ربنا يسوع أوصاهم ما يقولوش لحد لغاية ما يقوم من الموت. قال لهم دي بس ليكوا كده بروفة عشان تعرفوا كلام بجد والمسيح إله حقيقي، إنما ما تحكوش غير بعد القيامة عشان ما يتعطلش الصليب، المسيح جاي عشان يتصلب. فلغاية ما يصلبوه بعد كده يبقوا يعرفوا بقى هم صلبوا رب المجد، إنما قبل كده ما تقولوش، لأن بولس يقول لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لو كانوا أدركوا إن ده الإله المتجسد ما كانش حد يقدر يقرب ناحيته. فأجل كل الإعلانات دي للناس بعد قيامته، قال لهم المعجزات تحكوا فيها براحتكم والتجلي براحتكم، بس بعد ما أقوم، بعد ما خلص المأمورية المهمة تقولوا لكل الناس كل اللي حصل بعد كده. لقاء التجلي ده ممكن يحصل لكل واحد فينا، ويمكن أقرب جو ليه هو جو القداس الإلهي. صعد إلى الجبل، الكنيسة هي الجبل، تعال اطلع الجبل، تعال قرب من الكنيسة واطلع، يعني اطلع بره الدنيا بقى، سيب بقى الاهتمامات في الشارع وتعال لربنا بدون مشغوليات واهتمامات وأرضية وقلق بشري. وتعالى معاك بطرس ويعقوب ويوحنا، عندهم خبرة، بطرس الإيمان ويعقوب الأعمال ويوحنا المحبة، الإيمان العامل بالمحبة. خلي حياتك كده عندك ثقة في ربنا يطلع منها أعمال صالحة كلها حب. وبعدين قاوم النوم، طبعا النوم في القداس برضو له طعم، إنما قاوم النوم يعني النوم اللي هو السرحان والتثقل والكسل، لأن ده بيعطلك في مجد قدامك أنت مش شايف. أصرخ لربنا أقول له يا رب أنا نفسي أشوف المنظر الحقيقي، أنت على العرش دلوقتي في مجدك، شافك إلي وشافك بطرس وشافك أشعية وحسقيال ودانيال ويوحنا، طب أنا ملياش نصيب أشوف أنا كمان. المسيح قدامك في مجده وحاضر مع قديسيه، ده إيمان الكنيسة، القديسين حاضرين كل القداس لأنه ما يسيبوش المسيح لوحده أبدا، أرواحهم حاضرة في القداس. طب ده لقاء يعني ما تفوتوش أبدا. والسحابة موجودة، أبونا بيعبر عنها بالبخور عشان ننتبه، ولو دخلت كنيسة كده من بتوع زمان ضيقة وصغيرة وأبونا بيبخر بزمة، تلاقي نفسك ما تعرفش تشوف مين فيها من كتر البخور. هي نفس شعور السحابة بالظبط، إن الناس دابت في بعض، مبقتش تميز مين اللي واقف جنبك، كلنا دخلنا جوه السحابة عشان نطلع كنيسة واحدة، جسد واحد. وبعدين صوت من السحابة، صوت الشهادة مر على مر الأجيال، هو ده المسيح الفادي، هو ده المخلص، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. اسمعوا له، عشان كده تلاحظوا ان القداس دايما في رسالة تسمع، رسالة تتسمع، صوت الانجيل لازم في كل قداس له اسمعه. وبعد ما تطلع من القداس ينطبق بقى التعبير الجميل ده، وجد يسوع وحده. يعني ايه صراحة كده المنظر الطبيعي ان كلنا نطلع من الكنيسة، انما اي حد يقابلنا ما يشوفش الا ايه يسوع، ما يشوفش فلان ولا فلان ولا فلانة، لا خلاص لم يعد في الكنيسة إلا يسوع وحده. كلنا داخلين فرادة، كل واحد نفر مختلف، إنما طالعين من الكنيسة بعد اللقاء ده مش باين علينا غير شخص واحد بس، هو المسيح له المجد اللي باين في حياة كل واحد، مع روح الصلاة والتوبة، مع شهادة السماء، مع جو الملائكة والقديسين، وجد يسوع وحده. فيبقى اللي يشوفك يشوف المسيح وحده، مفيش حد تاني، خلاص ده المطلوب. كمان لا يبقى في حياتك إلا يسوع وحده. يعني لا أظن أن بطرس يعقوب ويوحنا بعد اللحظة دي يقدروا بالسهل يفكروا في الدنيا، صعب بعد المنظر اللي شافوه ده، خلاص صعب. لا، لم يعد في الحياة إلا يسوع وحده، هو ده اللي فاضل، هو ده شهوة القلب كلها، جيد يا رب أن نكون هنا.
يبقى قلب كل واحد هو نازل من على الجبل امتى ارجع تاني الجبل، امتى اقف نفس الوقف ده. انا قلت له خلينا كده على طول، صار له مرضاش، قال استنى شوي. فلما كل قداس تدخل تقول له جيد يا رب ان نكون ها هنا مره واثنين وثلاثه ومية والف، يجي مره اقول لك خلاص بقى لا اخرجك خارج، خليك هنا على طول. هنا على طول يعني تنضم بقى للي بيدخلوا القداس من فوق مش من تحت. في ناس بيدخلوا القداس من الباب كده، وفي ناس بيدخلوا القداس من فوق. فخلاص تبقى عايش في قداس مستمر، في سماء مستمرة، في فرح لا ينطق به، في رؤية للمسيح وقدسيه لا تنتهي، في سعادة أبدية لا يعبر عنها. يبقى طبيعي الواحد يقول جيد يا رب أن نكون هنا. وفي اليوم التالي إذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير. اللي يشوف المنظر ده يقول لا خلاص بقى كفاية ناس وكفاية شغلك. لا، ده انت نازل من السماء للأرض يا رب وراك شغل، وتلاميذك وراهم شغل، وكل واحد نازل من القداس برضو وراه شغل. يستقبله جمع كثير. انت معاك قوة دلوقتي بعد لقاء السماء ده، لازم تنزل وتخدم وتكرز. فاحنا في كل قداس بنوعد المسيح وعده ما بنعملوش امين امين امين، بموتك يا رب نبشر وبقيامتك وصعودك، ونطلع بره نتكلم في السياسه والكوره طب ما كنا بنقول للمسيح بموتك وقيامتك وصعودك. واذا رجل من الجمع صرخ قائلا يا معلم اطلب اليك انظر الى ابني فانه وحيد لي، وها روح يأخذه فيصرخ بغتة فيصرعه مزبدا وبالجهد يفارقه مرددا إياه. روح شرير بيدخله في حالة زي الصرع ويزبد، يعني يريل كده بشكل صعب، وبعدين يرزعه في الأرض فيقوم من الأتاك دي في ردود في جسمه بتكسر. والحكاية دي بتحصل له كتير. فمتى 17 ومرقس 9 يقول وساعات كان يرميه في النار وساعات يرميه في المية وننقذه بالعافية. فيعني حالة صعبة قوي، وده ابن، وهنا بيقول وحيد لي، يبقى المرار أصعب. وهنا تاخدوا بالكم من التعبير معلمنا لوقا، صرخ الأب ده بيصرخ من شدة الألم والضيق والحالة صعبة أوي. وطلبت من تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدر. الله، دخلنا في لخبطة كده. طب رب أنت في أول الإصحاح قلت لهم إن معاهم سلطان. أول آية في الإصحاح ده دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين. ازاي طيب التلاميذ عندهم سلطان على جميع الشياطين والراجل ده طلب منهم يخرجوه؟ ما عرفوش. يبدو ان السلطان غير استخدام السلطان. اديكم بس، احنا كلنا عندنا سلطان على الحياة والعقارب من ساعة ما تعمدنا وخدرنا الروح القدس وكل قوات العدو، ولا يضركم شيء. انما واحد مش بيصلي، مش بينادي ربنا، مش بيتناول، عايش في الخطية، السلطان غير مستغل، مقدرش الشيطان يغلبه مش لأنه هو ضعيف، هو جواه سلطان بس متعطل مقفول عليه لأنه مش بيستغله صح. فإذا نحن عندنا سلطان عندنا، لكن أحيانا نقف في موقف ضعف يحزن ربنا يسوع، مش لأننا ليس لنا سلطان، إنما لأننا مش بنستغل هذا السلطان. طبعا هنا السلطان الرسولي غير كمان سلطان نحن كمسيحيين العادي. طب يا ترى ليه ما قدروش يخرجوه؟ هنشوف. فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم وأحتملكم؟ كلمة صعبة. هو الرجل ده أصل جاي متشكك،
ليه؟ لأنه جابوا لتلاميذ المسيح اللي بيقولوا طلعوا شياطين قبل كده، ما عرفوش يشفوا الولد، فإيمانه تهز أكتر وتشكك أكتر، فما عندوش الإيمان المطلوب. وفي حتة التواء، يعني يبدو في نوع من المساومة، تلاميذك ما عرفوش، هتعرف؟ يعني ما فيهاش صدق الكنعانية بصرختها يا ابن داود ارحمنا، مش هسيبك غير لما تشفي بنتي. التانية إيمانها أقوى، ما بتفصلش، إنما ده بيقول له يعني لو عندك حاجة تعملها اعملها، مفيش إيمان قوي. وممكن تكون إشارة إن حياة هذا الرجل أو اللي حواليه فيها التواء وعوجاك وخطايا، وده اللي بضيع البركة، وده اللي بخلي فريسة سهلة للشياطين. أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم وأحتملكم؟ الكلمة دي يمكن لها علاقة بأن احنا في آخر يوم في السنة أو آخر لقاء لنا في السنة مع بعض. عتاب شديد من ربنا لما يقول أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ صحيح احنا بنغلب ربنا كثير قوي. إلى متى أحتملكم؟ يعني احنا متعبين في حملنا، بنقاوح كتير وبننسى كتير وبنتعب ربنا وبنشك فيه وبنهمل وصاياه وبنقدم صورة سيئة عنه وهو مستحمل. إلى متى أحتملكم؟ والحاجة الثانية، إلى متى أكون معكم؟ يعني هو لسه معانا بالرغم من كل التجاوزات وكل الشكوك وكل الضعفات وكل التقصيرات، إنما لسه معانا. لكن مع كده فيها عتاب، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ خليها تشغلنا 48 ساعة اللي فاضلين دول، كلمة أصلها تهز الواحد. إن ربنا يسوع الطيب قوي ده يقول تعبير بمثل هذه الشدة، أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم وإلى متى أحتملكم؟ اللي يسمع كده يقول خلاص كده راحت الفرصة، نفاجأ بعدها يقول إيه؟ قدم ابنك. يعني ايه؟ كما كان وهكذا يكون، ربنا بيتغيرش. هات الولد يعني ايه؟ هل ده بس عتاب؟ لكن هات الولد برضه نشوف المطلوب ايه. يعني اللي يسمع دي يقول خلاص ربنا قفل مراحم، قفل باب، هو قال انا زعلان، استحملتكم كتير وانتوا كلكم شك، كأن الكلام معناه مش هعمل حاجة، انتوا ما تستهلوش، معناها كده. إنما نفاجأ بعد العتاب يقول قدم ابنك إلي هنا، هات الولد أنا أشوفه. وبينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه، برضو البعض يعتقد أنه لمجرد أنه قرب من المسيح الشيطان اتعفرت جواه وهاج، لأنه ما يقدرش يقرب من المسيح كتير، فجاله الصرع ده وخبطوا في الأرض رزعوا. وفي وصف إنجيل معلمنا متى يقول اتخبط خبطة وسكت، فالناس افتكرته مات من الخبطة دي، لأنه يعني ساعتها انفعل شديد قوي قدام المسيح. فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. يعني حتى لو عجز الأباء الرسل المسيح لا يعجز طبعا. وهنا انت عارفين بقى بقية السيناريو اللي قاله معلمنا مرقس ومتى. التلاميذ جم قالوا له ليه ما عرفناش نخرجه؟ لانهم هم خرجوا شياطين قبل كده. فقال لهم في اجابتين، بسبب عدم ايمانكم، والاجابه الثانيه هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم. يعني السلطان على الشياطين يحتاج نعمه السلطان الاول، ودي خدناها في كنا مسيحيين واخدين السلطة، إنما كمان ككهنة أو لينا نعمة ممكن واخدين سلطة أقوى كمان. لكن دي بدون إيمان، بدون صلاة وصوم، ما تحسش بتأثيرها خالص. عشان كده في آية تقول لا تهمل الموهبة التي فيك، يعني أنت واخد نعمة
خايف ليه من الشياطين؟ انت تغلب اكبر شيطان، بس فين الصلاة؟ فين الصوم؟ فين ايمانك؟ فين انشغالك بربنا؟ ولا انت تبع الجيل غير المؤمن والملتوي؟ طب ساعتها الشيطان هيزلك. انتحر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه الى ابيه، فبهت الجميع من عظمة الله. كأنه برضو التعبير ده يدل على انهم شافوا ان المسيح هو الله، مع العظمة كلها في المسيح له المجد. بهتوا من عظمة الله. اذا من هو الله؟ هو الله الظاهر في الجسد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. معنى كده حتى لو تحيرنا في مشكلة، ده مش معناه ان ربنا ما يقدرش يحل المشكلة، لكن معناه انه لسه معاد المشكلة ما جاش. وفي نفس الوقت مش مفروض نتشكك لمجرد ان احنا جبنا مشكلة للقديسين ومحلوهاش يقوم نتشكك زي الجماعة دول. قال لهم ليه تتشكك؟ ليه؟ كل حاجة ليها وقت وليها ضرورة. يمكن ربنا عاوزنا نصلي أكتر، عاوزنا نصوم أكتر، عاوز إيماننا يشد أكتر، فليه نتشكك؟ لكن عاوز أختم تاني بكلمة إلى متى أكون معكم وأحتملكم. ربنا كان معانا السنة دي وقضى معانا يوم بيوم وساعة بساعة وما سبناش، وكل واحد فيكم يقدر يقول كده. لو راجع السنة هيقول ربنا كان معايا وربنا استحملني. طيب السؤال الأهم، إلى متى؟ إلى متى؟ فاضل قد إيه؟ فاضل سنة كمان؟ ولا فاضل شهور؟ ولا فاضل كام سنة؟ وليه أبقى حمل تقيل على المسيح وهو شايل الدنيا كلها بحملها؟ ليه ما شلش معاه؟ ليه ما حطش كتفي تحت صليبه؟ ليه ما بقاش مع واحد من اللي بيريحوه مش بيتعبوه؟ إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ تعودنا إن إحنا آخر لحظات من السنة نقضيها في حساب النفس. قد إيه ربنا كان معانا؟ وقد إيه ربنا استحملنا؟ دول السؤالين اللي عاوزين نفكر فيهم 48 ساعة اللي فاضلين. قد إيه ربنا كان معانا؟ كل واحد لازم يكتشف كده ربنا كان معاه فعلا. السؤال الثاني، قد إيه ربنا استحملنا؟ عملنا حاجات كتيرة قوي متعبة لربنا. وهل هيقال علينا أيها الجيل المؤمن ولا أيها الجيل غير المؤمن؟ هيتقال علينا أيها الجيل المستقيم وإحنا يعني بنفتخر إن إحنا أرثوذكس يعني مستقيمين، ولا بالرغم من اسمنا الشيك ده هيتقال علينا أيها الجيل الملتوي؟ الملتوي. ربنا يدينا توبة حلوة في آخر أيام السنة. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.